الامور. صباح الخير، هل وجوه الخير. من العرائش احييكم، ومن مطعم رميس ومطعم خي احمد كما كتشوفوا، مطعم اختي سعاد هو، احييكم واتمنى ان تكونوا في اتم الصحه والعافيه. فواكه بلادي، بنان وماندارين ولتشي، ثلاثه ديال انواع الفواكه رائعه جدا، فيتامين سي بالمعقول. من شارع صلاح الدين الذي يربط بين ساحة 20 غشت وشارع الغافقين، أحييكم أحيي فيكم متابعتكم هنا فين كانت إيماصا، شركة ديال الخشب، صناعة الخشب، كانت كتصنع أزيد من 3000 صندوق خشبي ديال المندانين او البرتقال في اليوم، كانت مخدمة عباد الله ما شاء الله، ولكن لكل اجل كتاب. هي ولات دابا ارض خالية مقفرة، اشنو غادي يكون فيها مستقبلا الله اعلم. اوصيكم ايها الاحباب باش تتبعونا على الميزة ديال الجودة العالية، كما كتشوفوا حنا كنصوروا لكم بالفوركي 60 ديال بي، اللي عنده التلفاز بطبيعة الحال التلفاز عادية كتكون ب 1080 ما فيها باس، راه صورة مزيانة، ولكن اللي عنده صورة اللي عنده تلفازة 4K واللي ما نقدروش عليها حنا إلا بعض الأسر المغربية عنده 4K ما يحرمش راسو انه يتفرج 4K، راه يشوف واحد الصوره خياليه بكل ما في الكلمه من معنى، وكانه كيتسارع على رجليه. القياس ديال 1080 على الهاتف او على التلفاز فهو مقبول، شارع علي بن ابي طالب عقبضة لمن هي هذه، والصيدليات الحراسة اللي كاين اليوم كاينة رحاب اليوم وغدا، يوم السبت وغدا الأحد 5 و 6 فبراير كاينة رحاب، كاينة نجمة، وكاينة شعبان. مازال الحباب الحي لهذه اللحظة اللي هي 1:30 يوم السبت، مازال الحفر من أجل الوصول إلى ابننا ريان. ريان يا ربي القف بنا فيما جرت به المقادير، راه كيقولوا باقي متر وشي حاجة هاد اللحظة هادي، وأكيد أن الفيديو غادي ينزل في المساء ماشي دابا. نطلبوا الله فاش ينزل هاد الفيديو يكون ابننا خرج للوجود وخرج بصحة وعافية يا رب. شوفوا هادو كيطلقوا الخيوط، كيطلقوا الحبولة ملي كيتشراو من عند الشبيكية، كيتشراو ملويين، كيضطروا بواحد الطريقة هذي قديمة كنت كنشوفها وأنا باقي صغير، كيضطروا أنهم يطلقوه على شي صاري ديال الضو ويجبدوه حتى كيتطلق. مركز الدعاء هنا ديال قوات عقبة ظلمين، هذا الأخ عبد اللطيف راه كيدير حجامة، داك الشي رفيع، منازل قديمة، هذه سميتها زنقة الكرارط، زنقة الكرارط، أنا نوريها، هاهي عقبة الكرارط، حانوت ميكانيك مول القصب، ها هو اللي كيصوب القصب، ها شوف شنو كيصوب هنا، شي حاجة زوينة.
الله باقي كنهضروا على السي عبد اللطيف وتلاقينا نظرنا دابا المكان الحجامه الرقيه عبد اللطيف وداد الله يسخر الله يكمل بخير. هذه هي عقبه الكرار طيح. اما هذه اللي نازله هنا فهي زنقه وجده على ما اعتقد. هنا كان واحد المحل ديال با الصحراوي كيبيع لينا الصنانر قصبات ولا وزن ديال الصيد. هذه اخطر عقبه كاينه في مدينه العرائش هي هذه اصعبها. هذا جنان سيدي عبد السلام هنا كان هو تا هو ما شاء الله ولا بني. ها هي من البنات الصحراوي قديم كنا كنشريو من عنده الصنانر باش نمشيو نصيدو. ما عرفتش اليوم واش مازال ولا لا. زنقة وجدة ندخلو من هنا باطيو شوف الفن شوف الفن. هذا هو الباطيو ندخلو من هنا كنخرجو في درب النخلة. شكون ما كيعرفش درب النخلة؟ درب النخلة موزت مع الدرب. العريشي القدام راهم كيعرفوا درب النخلة وكيعرفوا كيعرفوا بو النحال اللي كان ساكن هنا كيعرفوا الدار ديال السترة هنا بن السترة هنا فين كان بو النحال الله يرحمه ويوسع عليه. هنا فين كان لاس بالميراس درب النخلة ومن يأخذه الحنين إلى درب النخلة. هذا الدرب المجيد عرفنا فيه عائلات ما شاء الله قديم. ما بقاو بعد باش ندخلوا للدروبه بعد احسن. وتحيه لمحمد امسناو عائله امسناو هنا الجوره القديمه الممتازه عبد النبي امسناو محمد امسناو علي امسناو. تحيه لعائله امسناو العائلة ديالنا والجيران ديالنا هاد السنين طويلة. هادا السطيحة ديالنا وهاد السطيحة ديالهم كانت بكري دابا كلشي خوى وتغير. هنا كانت بومبا ديال ليسونس هادي قنصلية الألمانية بكري. هادي مدرسة ديال ابن حزم مع هاد الأصول سابقا شارع الزلاقة كما ترون. احنا شفنا جهه من الجهات التي لم نسبق ان رايناها من قبل. مدرسه للمنانه ومدرسه ابن حزم. احنا قربنا من الشوايه هذه الباب التاريخيه باب الحصيصه او باب الميناء. الشوايه ها هي زنقة جوج مارس كتبدا من هنا من هذا الباب ما يسمونه العرائشيون بكاياريال. هي هذه كطلع حتى السوق الصغير من هنا. هنا كنطلعوا الفران الدمغه سابقا الله يرحم سعيد أوراي الله يرحمه الاستاذ سعيد أوراي ويوسع عليه. ها هي الشوايه هذا مرحبا ديال الشوايه في مدينه العرائش ومرحبا بكم الف مرحبا. فضاء خارجي مدرسه مولاي عبد السلام ما نمشيش الباحة الخارجي ديال المرسى ميناء